السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على اتحادية النيجر في بيان رسمي تؤكد هناك مؤامرة على الجزائر لمساعدة بوركينا فاسو للفوز على الجزائر ومنعها للتأهل لكأس العالم بتعيين حاكم مغربي سيدير مباراة بوركينا فاسو والنيجر. والسبب وهو معروف، يعني السبب وين بوركينا فاسو عندهم 9 لاعبين مهددين بالغياب، زعما كي يديروا النيجر. انا نقول لكم نعطيكم النيجر راهي رايحه تلعب، بالك غادي يدير بصح النيجر غادي رايحه تلعب، زعما كل لعب داروا لهم حاكم ريغلومونت، حاكم زعما على بالك بلي بالك النيجر كومبلي ما تجيش تلعب، يجيبوا ايكيب وحده اخرى باش تلعب. قلت لك النيجر بوركينا فاسو، خاطش النيجر رايحه تلعب تمد الكل في الكل باش دير عراقيل البوركينا فاسو، باش يمشي باش تعاوننا ولا باش يخرجوا بسي بوا يربحوا ولا يخرجوا بكاتب بوا ولا خاطش ما حبسوا في 3 بوا. لا غالب تلاقاو معانا ما اش غادي دير، تلاقاو معانا دروك تخليهم انت كي تخليهم انت كي باه. لا غالب كو كاين زوج يتأهلوا نشعوكم معانا، لا غالب النيجر نتوما خاوتنا ونأمنوا فيكم نتوما برك في الجوارين، أمنوا فيكم نتوما برك النيجر. هذه باش يكون ما يخدعوناش، خير من داك هذاك التونسي، هذاك خير من التونسي اللي جنب ذيب وجنب ثعلب، هذاك التونسي، هذاك رئيس الاتحادية تاع تونس، هذاك الدونجي تاع الدونجي على كرة القدم الجزائرية، هذاك الباطار هذاك. وين جانا وين كاين 9 لاعبين يعني في صفوف بوركينا فاسو يعني مهددين بالغياب امام مباراة الجزائر بسبب البطاقات الصفر، يعني وعندهم فيك لاعبين اللي راهم مصابين وين راهم يعملوا في المستحيل من اجل تدارك الموقف. احنا ما تهمناش يجوا غرو كومبلي، يجوا ناقصين، يجوا احنا غادي يتخسروا. انتم راكم دايرين حسابكم باللي باش ما يدوش السفره، صح ما يدوش السفره، بس صح باش تربح يعني باش تقارع مفاجئ. معجزات ما كاش، المعجزه ما كاش، المعجزه كاع ما كاش. كاين وحي روحاني، كاين وحي روحاني مازال لدروك كي تهدر على العسل مازال تنح، لا تخرج لك العسل، هذاك هو وحي روحاني. كاين شي صوالح مازالوا بصح المعجزه بوركينا فاسو دير معجزه في الجزائر، هذه انا ما انا سمحوا لي مانيش نستهزأ بوركينا فاسو ولا هذا غرور، ما هو غرور، ما هو استهزاء بالمنافس، كاش كاع من هذه. انا في راسي ما كاش عندي بلي نربح يعني بسهوله. شاهدنا في قناه وين شاهدنا كيفاش يا ودي هضروا على يعني سيدات مهمه اداره لقاء الجوله الخامسه من تصفيات مونديال قطر بين بوركينا فاسو والنيجر الى الحكم المغربي سمين الكزاز، وهو الامر الذي سرب شكوك حول وجود مؤامره تسر خيوطها في الكواليس ضد المنتخب الوطني، خصوصا اذا علمنا ان الكاف كانت قد تراجعت عن تعيين الحكم المغربي لاداره مباراه الهلال السوداني امام تيبي مازامبي بسبب تلاعباته، ما عزز شكوك اكثر ايضا حول وجود مؤامره من خلف قرار تعيين الحكم الكزاز، هو امتلاك المنتخب البوركينابي 9 لاعبين مهددين بالغياب عن مباراه الحسم في ملعب تشاكير امام المنتخب الوطني، وهو الامر الذي قد يدفعه للتساهل امامهم في لقاء النيجر لضمان تنقل الخيول البوركينابيه الى الجزائر بكامل التعداد، وياتي كل هذا في خضم الحرب النفسيه الشرسه التي يشنها البوركينابيون ضد المنتخب الوطني. صح، هما راهم دايرين حرب شرسه ضدنا، انتم لا ما تهضروش، راكم ساكتين، علاكم ساكتين، على ما تهضروش، على ما تنوضوش، هلا ما تنوضوهاش، على ساكت، يا وكلي شور حاجة لا تعنيهم، أنا والله أمنوني، أنا سبحان الله، ماذا إلا الله يجعل غير نتوما الإعلام، الله يجعل مشي نص الجزائر كيما هكا، الله يجعل غير نتوما الإعلام كيما هكا، والله ما أنا عارف كاين صحافة اللي يدير لك اللايف من الشومبرا تاعو راقد، يدير لك اللايف بعد يدير لك منا خايط منا،
بعد التويغ باطل، يعني التويغ باطل يخرجوا يمعنوا على ناس يعايروا في ناس مكان الرجالة تخدم، هما يخرجوا يديروا لايفات في الليل مور البارتيه. لعبة راقد في البريز عمك ديرونجمون، يعني راقد بين الريح ديرونجمون، يخرجوا هذا كيما ذاك مؤمن يهدر حصري مؤمن ايت قاسي يهدر يخرج يهدر يخرج يهدر، على ما تهدرش علاك ساكت علاك ساكت، خاطش عليه عندكم انتقادات تروحوا المغرب تفوتوا فاكونس ياه، كاين اعلاميين اللي راحوا فوتوا فاكونس وداروا لكم كاميرات في لي زوتيل مصورينكم ومصورينكم ظهوركم ياه، ما تهدروش ها واحد فيكم يهدر، على ما تهدروش انا نتحداكم اهدروا هيا هدروا، علاه ما تهدروش علاكم ساكتين علاكم ساكتين، هيا قولوا لي علاه راكم ساكتين علاه راكم ساكتين، ما كان حتى حاجه هذا الدفاع على بلادك، انا ندافع على بلادي، انا واحد من الناس ندافع على بلادي ما عندي حتى اشكال ندافع نهدر نهدر على بلادي ومن حقي نهدر على بلادي، وانتم علاكم ساكتين علاكم ساكتين علاه سكتوا على ما تهدروش على ما تنوضوش ولا تعرفوا هذوك لا جماعه لا هذوك باغي يروح يلعب مع فرنسا تعايروا غير الغاشي نتوما، ما تهضروش هذا السؤال خاطيكم ساجين غير تعايروا غير اللعابه اللي زايدين في فرنسا، هذا ما كان تعايروهم ساجين انتوما عندكم كاين شي صوالح ما نبغوش نهضرهم، بالك نضروا ناس بالك احبابنا بالك يبغوا الجزائر بصح نهضرها سمحوا لنا، هذو ماشي كاع من كاين على بالك اللي مرتو مي تبغي تزيد يخلص عليها تروح لفرنسا تولد ناسيوناليتي فرنسا ومن بعد يقعد هنا ومن بعد يجي للبلاطو يقول له كيما هكا كاع يبغوا فرنسا هذا اودي روحها اودي روح ما نبغوش نهضروا باسماوتكم ما كاين والله العظيم عند يا شباب نقول لكم على بالك العام بالك في 2019 صحافي راه يظل يشرك في فمه هذا يخدم في لاباب بوليسي عنابي يخدم في لاباب في ارشي قال لي والله يا شوبيل هذاك الصحافي لاك تهدر عليه قال لي والله لا دابز مع الناس وفماك وبالتليفون واي واي هاي منا قال لي باش يفوت مرتو ما باقيلاش بزاف وتزيد قال لي فوتها قال لي وفوتها قال لي في المطار نساكم يروحوا يدو يروحوا يولدوا يروحوا يولدوا في فرنسا ولا ارمي فرونسيز يفوت الارمي تاعو في فرنسا وتجي نتايا تهدر لي تقول لي بلي هذوك اللي زادوا فماك هذاك اللي زاد فماك باباه راح كان اللي راح يخدم على خبزه ربي يفتح عليه قعد فماك وتزوج دار رزقه ولادو فماك كان اللي عاير في كان اللي هو عايش في فرنسا صار كيما ذاك البغل هذاك هما يعايروا هما عايشين في فرنسا ويعايروا زعما يعايروا في جوار فلاني جوار فلاني هما ولادهم كي يقلبوا ولادهم هذا كي يقلبوا ولادهم نتحداكم لما تهضروش هذه ما كاينش اللي بغى يهدرها يقلبوا ولادهم يبغوا يدخلهم ليزيكول يروح يسني على ولده الاولويه للمنتخب الفرنسي نتحداكم الا ماشي دايرينها نتحداكم انا قالوها لي جزائريين عايشين فماك ولادهم قالوا لي على هذوك تاع اليوتيوب هذوك اللي يلعبوها يتوغوا الكلاب عندهم عقليه تاع كلاب عندهم لغه تاع كلاب يتكلموا مع الكلاب بزاف عندهم لغه تاع كلاب هيا تيبو يعيب جوال شرشاره تاع الوطنيه عندك جيدو نتايا تاع وطنيه شرشاره تاع تكساس شرشاره تاع عندك تاع وطنيه نتايا هيا هو قاضب ولده مدخلو مسني عليه الاولويه لفرنسا للمنتخب الفرنسي ناس على بالهم شتا كاين بجو تعايروا ولا الجزائر اللي عايشين في الخارج هذه باش ندخلك منها في راسك حضروا الحقيقه روحوا لدا الجانب كيفاش نتوما بغيتو تهضروا كيفاش الاعلام الانجليزي يتكلم والاعلام الروسي يتكلم وانتوما هنا ساكتين الحاجه اللي تخصنا حنايا علاه راكم ساكتين علاه تروحوا تشكوا بواحد اللي يكشفكم انا ما عايرتكمش الحمد لله يا ربي ما عايرتكمش انا قلت لكم روحوا هضروا انا ما تهضروش انا ما عايرتكمش انا جيبوا فيديو الشكوى اللي درتوها بيا روحتوا شكيتوا بيا جيبوا لي الفيديو كومبلي انا تفرجته انا من حقي دومونديت في القسم تاع الشرطه قلت لهم جيبوا لي الفيديو وروني وين عايرتهم انا وين سبيتهم انا ما سبيتهمش تاك كيت ما قعدت نتفرج تاك مكاش انا على تشكي بيا على بالعاني
كيما ذاك الغياط هذاك، قال لهم كوري يشكو بي كوري يدخلوه للحبس، هذاك تشينيكيتو قال لهم كوري يدخلوه للحبس، قرا يدخلوه للحبس قرا. نومها تسيب روحك بايل على روحك في فراشك، نوم اقعد تنوم. ايه شيته.